بسم الله الرحمن الرحيم. بقول إحنا أول إشي بدنا نبدأ في مستويات اللغة العربية. أول مستوى يطالعنا هو المستوى النحوي، واضح؟ وتحدثنا أو قلنا أولا نبدأ من أين جاءت كلمة النحو. هذه الكلمة جاءت هي تقديرا وامتثالا لكلمة قالها علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي عندما شاع اللحن والخطأ حتى وصل إلى حدود القرآن الكريم. فكان أبو الأسود الدؤلي كلما وضع بابا من أبواب النحو قلنا راجع علي بن أبي طالب، فقال له علي بن أبي طالب ما أحسن هذا النحو الذي نحوت. فتقديرا لكلمة علي بن أبي طالب سمي هذا العلم بعلم النحو، لأن النحو أصلا اللغة هو القصد والاتجاه، ولكن أصبح فيما بعد علم مستقل وجزء ومستوى من مستويات اللغة العربية. نحن في هذا المستوى سنجيب عن بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما هو علم النحو؟ وهذا طلع عليه هون، علم النحو في تعريفه هو علم، فكل مستوى من مستويات اللغة العربية كما ذكرنا هو إيش؟ علم. علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، فأي قضية تقع ضمن هذه الحدود هي تقع في أي مستوى؟ في المستوى النحوي. إذن أنا في المستوى النحوي الآن سأعرف حدودي في اللغة، فعندما أتحدث عن قضية الإعراب والبناء إذن أنا في أي مستوى؟ في المستوى النحوي. طلع، أي من حيث ما يعرض لها في حالة تركيبها، فنعرف ما يجب أن يكون عليه آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم. هاي هي علامات الإعراب، الرفع والنصب والخفض والجزم، أليس كذلك؟ لاحظ أن كل كلمة في العربية إذا وقعت ضمن التركيب، هي قضية مهمة، لأن المستوى النحوي يقع ضمن أيش؟ تركيب، ضمن الجملة، يعتريها حركة في آخرها، هذه الحركة تكون بناء على موقعها الإعرابي، واضح؟ أي هذا هو تعريف المستوى النحوي، فكل مستوى من مستويات العربية هو علم. الآن السؤال الثاني الذي إحنا سنجيب عنه إن شاء الله، اللي هو النحو يراقب الوظيفة التي تشغلها الكلمة في التركيب. لاحظ، يعني أنا أريد الآن أن أتحدث عن وظيفة النحو في الجملة، وظيفة كل كلمة في الجملة. فنحن عندما نقول مثلا، أو خارجا عن أمثلة المعروضة، عندما قلت جاء زيد إلى المحاضرة، أو جاءت الطالبة مبكرة، إذا قلت ما وظيفة كلمة الطالبة، ما وظيفة كلمة الطالبة، أي كأنني أسأل ما إعرابها، واضح؟ فالإعراب يساوي الوظيفة. الآن كيف يساعدني علم النحو على تحديد وظيفة كل كلمة في الجملة؟ ننظر إلى المثال الأول، غادر المتهم الجلسة، لاحظ، خجلا، وغادر المتهم الجلسة خجلا. أنا الآن لو أردت أن أسأل عن إعراب كلمة خجلا وخجلا هون، واضح؟ أول ما يتبادر إلى ذهني أو يتبادر إلى ذهني أمران، إما إعرابها الحال أو إعرابها مفعول لأجله. فأنا هنا هل أترنح بين الإعرابين أم أكون واضحا ومحددا لكل كلمة في إعرابها؟ الصحيح أننا بناء على معلومات النحوية النحو يحدد إعراب كل كلمة. فأنظر إلى كلمة خجل، ما نوعها من أنواع الكلام؟ هي من المشتقات، من المشتقات. وما نوعها من المشتقات؟ هي صفة مشبهة. طلع لي على كلمة خجلا، ما نوعها من الكلام؟ هي مصدر، واضح؟ وأنا في تعريفاتي السابقة وفيما أخذته في سابق الأيام أعلم أن كلمة خجلا هنا إيش؟ مشتق، والحال لا يكون إلا من المشتقات. أما المفعول لأجله فهو شو؟ مصدر. إحنا في تعريفنا للمفعول لأجله هو مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل. إذن أنا باجي بقول خجلا، هل أعربه هنا مفعولا لأجله؟ هل أعرب خجلا حالا؟ لا. لماذا؟ لأن الحال كنا لازم تكون من ماذا؟ من المشتقات. إذن هنا بقول خجلا شو بعربها؟ حالا. وماذا بعرف خجلا؟ مفعول لأجله، واضح؟ من الذي حدد لي هذا الإعراب؟ من الذي حدد لي هذا الإعراب؟ هو النحو، لأن كلمة خجلا ما دامها مشتقة إذن لا يجوز أن تكون مفعولا لأجله، وكلمة خجلا لأنها مصدر لا يجوز أن تكون حالا، واضح؟
أليس كذلك؟ إذا السؤال المطروح بنقول إذا وقعت كلمة خجلا من المشتقات فإن هذا يؤهلها لأن تعرب حالا. أما خجلا إذا وقعت مصدرا فهذا يؤهلها لأن تعرب فعلا. نيجي للمثال الثاني. المثال الثاني ضرب موسى عيسى. واضح؟ ضرب موسى عيسى. هذه قاعدة وأعتقد أنها مرت معكم في المرحلة الثانوية في التوجيه. أليس كذلك؟ نقول إذا جاء عندنا اسمان لا تظهر عليهما أي علامة إعرابية في جملة فعلية. واضح؟ فإن الأول يعرب شو؟ فاعلا. والثاني مفعولا به. المعنى يحتمل أن يكون موسى فاعلا وأن يكون موسى مفعولا به. وكذلك كلمة عيسى يمكن أن تكون فاعلا ويمكن أن تكون مفعولا به. لكن حتى لا نقع في هذا الاضطراب ونكون يعني بين هذا يعرب كذا وهذا يعرب كذا، جاء النحو ليوحد العملية الإعرابية ويحدد وظيفة كل كلمة في الجملة، لأنها النحو يراقب الوظيفة التي تشغلها الكلمة وين؟ في التركيب. إذن أنا عندي هنا تركيب، فقالوا موسى شو بنعربها؟ فاعل. وعيسى شو بنعربها؟ مفعول به. فإحنا ما في مجال هنا نقول واحد يعرب لفاعل واحد يعرب مفعول به، لا، في قاعدة ثابتة. الآن القضية الثالثة التي سيجيب عنها هذا المستوى علم النحو اللي هي وظيفة النحو. طلع وظيفة النحو أن يدرس العناصر المكونة للجملة وأن يعرف ترتيبها وما فيها من تقديم أو تأخير. طلع لي على هذا المثال، ربما إحنا ما وقفنا عنده شيك. طلع لنا في فلسطين حقوق تاريخية وإنجازات حضارية. لو سألت هنا عن ماذا نتحدث في هذه الجملة؟ عن ماذا نتحدث؟ عن الحقوق. لاحظ إخوان، هاي قاعدة نحوية مهمة جدا. الشيء المقصود في الكلام هو العمدة في النحو العربي. والعمدة العمد عندي المبتدأ والفاعل. المبتدأ المسند إليه والفاعل مسند إليه. إذن أنا الآن لنا في فلسطين حقوق تاريخية، عن ماذا أتحدث؟ عن الحقوق. هاي تاريخية نعت، وهي إيش؟ أسماء مالها؟ معطوفة، وهي نعت. واضح؟ الآن إذا أردت أن أدخل أي ناسخ على هذه الجملة فإن تأثير هذا الناسخ وين بيكون؟ على المقصود في الكلام. وين المقصود في الكلام هون؟ حقوق. فلو قلت إن لنا في فلسطين، شو بده تكون؟ وين بده التأثير بده يكون؟ في كلمة حقوق. إذن إن شو بتعمل هذا الناسخ؟ تدخل على الجملة الإسمية فتنصب اللي هو المبتدأ، ولا لا؟ إذن هنا وين المبتدأ؟ وين المقصود في الكلام؟ حقوق. فإن لنا في فلسطين حقوقا تاريخية. واضح؟ إذن لاحظ وظيفة النحوي أن يدرس العناصر المكونة للجملة. وين العناصر المكونة لهذه الجملة؟ الحقوق هاي المبتدأ، ولنا هاي شبه الجملة. فهاي الجملة كأنه في تقديرها حقوق تاريخية لنا في فلسطين. واضح؟ ولكن لما كان المبتدأ نكرة، واضح؟ نكرة هون أخرنا. ولو أن هذا التأخير هو ماله تأخير جوازا. ليش؟ لأن المبتدأ ماله معرف بالصفة. معرف بيش؟ بالنعت، موصوف بالصفة. إجمالا هذا ليس موضوعنا، ولكن أنا بقول حددت هنا مكونات الجملة. الناسخ يدخل وين؟ على مين؟ أول إشي يؤثر في مين؟ في المبتدأ. فإن لنا في فلسطين حقوقا شو بتصير هاي؟ تاريخية. وإنجازات حضارية. وإنجازات حضارية. إذا لما أدخل إن على هذه الجملة، من يقرأ لي إياها مرة أخرى؟ من يقرأها؟ تفضلي. إن لنا في فلسطين حقوقا تاريخية وإنجازات حضارية. وإنجازات حضارية. واضح يا جماعة؟ الآن من هذه الأمثلة إحنا نتبين وظيفة النحو. فالنحو وظيفته أن يحدد وظيفة كل كلمة في الجملة أو في التركيب. واضح إخوان؟ الآن أثر النحو وين؟ في المعنى. برد عيد، النحو لم يأتي عبثا، لم يخلق عبثا. قلنا عندما ظهر هناك داء في ألسنة المتكلمين وخاصة غير العرب، وفشى هذا الخطأ حتى وصل حدود القرآن الكريم، عد ذلك العرب تجاوزا خطيرا وخطا أحمر لا يجوز تجاوزه.
واضح؟ وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام سمع أحدهم يقرأ لاحنا، يعني يخطئ في القراءة، فقال أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل، يعتبر نوعا من الضلال، واضح؟ لذلك وضع النحو. فالنحو يا جماعة برد عيد هو ليس مكياجا لغويا، هو ليس استعراضا لقدرات عضلية، ليس زيادة ولا للتعقيد، وجد لأن هناك مرضا، لأن هناك مرضا فشى، فكان لابد من دواء، وكان هذا الدواء هو النحو. الآن لنتبين خطر النحو وأثره في المعنى، أي أن حركة بسيطة قد تقلب المعنى رأسا على عقب وتغيره. فنأخذ نستعرض مجموعة من الأمثلة. المثال الأول إلى الآية التي بين أيدينا، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. عندنا هنا إحنا كنا مقر أو الشاهد في هذه الآية ورسوله. القراءة الصحيحة هي أو قراءتنا إحنا ورسوله بضم اللام. على هذا الأساس تكون الواو هون هي لإيش؟ للاستئناف. شو يعني الاستئناف؟ أن الكلام هنا وقف وبدأ كلام جديد، يعني أن الله بريء من المش أن الله ورسوله أن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. شو التقدير؟ بريء. إذا هاي رسوله شو بنعربها؟ مبتدأ. والخبر وينه؟ محذوف. محذوف جوازا لأن هناك دليلا عليه من خلال الآية. التقدير ورسوله بريء. ورسوله بريء. واضح معي؟ الآن هذه الآية، هاي الآية بالذات الواو فيها قد تكون أيضا للعطف، فممكن أن نعطف كلمة رسوله على اسمين، على لفظ الجلالة، وممكن أن أعطف على كلمة المشركين. معي؟ فإذا عطفت على لفظ الجلالة أن الله، شو إعراب كلمة الله في هذه الآية؟ ما إعرابها؟ اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن هنا أصلا في فتحة، فممكن تكون ورسوله. وشو نوع الواو بيكون في هاي الحاية في فتح اللام؟ عطف. هي عطف. وممكن أن أعطف كلمة رسول على مين؟ على المشركين. كلمة المشركين هون ما موقعها الإعرابي؟ من المشركين ما موقعها الإعرابي؟ يا إخوان تفضلي. اسم مجرور. اسم مجرور وعلامة جره الياء. إذن هون هذا المشركين كلمة مالها؟ مجرورة. فممكن تكون عندي ورسوله، لكن اطلع إذا قلت ورسوله وعطفت كلمة الرسول على كلمة المشركين صار هنا الخطر والمعنى الخلل. أي اللي بصير المعنى أن الله بريء من المشركين وأن الله بريء من الرسول. وهل يبرأ الله من رسوله؟ هل أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم لقائمة المشركين؟ إذن هنا المعنى بصير خطأ. ولذلك عندما دخل أعرابي إلى المدينة وسمع أحدهم يقرأ بهذه القراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله، ماله؟ فقال أنا بريء من مين؟ من المشركين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم المعنى. فعندما اعترضوا عليه وأخذوه إلى عمر بن الخطاب قال له ما شأنك أيها الأعرابي؟ قال له يا أمير المؤمنين سمعت أحدهم يقرأ هكذا بكسر لام كلمة رسوله، واضح؟ فقال ما هكذا تقرأ، وإنما قراءتها أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأعرابي بحرك وحده فهم المعنى، فقال أما الآن فإنني أبرأ مما برئ منه الله ورسوله. واضح؟ واضح؟ إذن المعنى تغير ولا ما تغيرش؟ من الذي غيره؟ النحو. إذن للنحو أثر في المعنى ولا ما له؟ له أثر كبير. لكن السؤال البياني هنا اللي بدي أسأله وأطرح، ليش قال أن الله بريء من المشركين ورسوله؟ ليش ما قالش أن الله ورسوله بريئان من المشركين؟ أن الله ورسوله بريئان. الجواب إخوان أن الله لا يشرك في ضمير مع أي اسم آخر. برد عيد، الله
لا يشرك في ضمير واحد مع أي اسم أبدا. بصيرش أقول أن الله ورسوله بريئان أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى متفرد في كل شيء جل جلاله. واضح إخوان؟ ولذلك انتبهوا، لذلك أحد الأعراب خطب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لاحظ، من أطاع الله ورسوله فقد فاز، والرسول يسمع. ثم أكمل قال ومن يعصهما، أن من يعصهما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله. فواحد يقول لك ليش قال الله أن الله بريء، ليش ما قالش أن الله بريء ورسوله من المشركين؟ الله لا يشرك في ضمير مع اسم آخر. واضح؟ إذن هذا المثال الأول الذي يبين لنا أثر النحو في المعنى. نيجي لمثال آخر. المثال قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظر إلى هذه الآية، لو إحنا استعرضناها ذهنيا، من يخشى من؟ قلنا من الذي يخشى؟ هل الله الذي يخشى العلماء يخاف من العلماء، أم العلماء الذين يخافون من الله؟ أخوان لا شك أن العالم هو الذي يخاف من الله، لأن العالم هو الذي يطلع على أسرار الله المبثوثة في الكون، فهو أقرب إلى الله من غيره. ولذلك الله امتدح هؤلاء العلماء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. العالم، لاحظ جاجارين الروسي عندما بعثته روسيا إلى الفضاء، وكانت روسيا في تلك الفترة في ذروة الإلحادية، واضح؟ وعندما نظر من مركبته إلى الكرة الأرضية أيقن أنه لابد أن يكون لهذا الكون من خالق، ولذلك المخابرات الروسية دبرت له حادثة واغتالوه، قتل بالحادث، مش هيك؟ لأنه عرف، لأن هذا العالم باطلاعه على أسرار الله في هذا الكون أيقن أنه لابد أن يكون لهذا الكون من خالق. واضح؟ ولذلك العلماء هم الذين يخشون الله. فهنا العلماء هم الذين يخشون، فمن هو الخاشي هون؟ العلماء. ومن هو المخشي؟ الله. فالخاشي هو الفاعل والمخشي هو المفعول، مش هيك؟ إذا ما دام هاي فاعل، إذا شو بنحط لها؟ ضمة. إذا حطتنا هون فتحة، فشو بنقرأها؟ أشترجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو عكست إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكأنني أنسب الخوف إلى الله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا من الذي قاعد بغير في المعنى يا جماعة؟ من الذي يؤثر في المعنى؟ هو النحو. واضح؟ أنا أحمد النبي المبعوث، أنا أحمد النبي المبعوث. هذه الكلمة قالها أحد الناس الذي أراد أن يدخل إلى المأمون، والمأمون كما تعلمون هو أحد خلفاء بني عباس، أحد الخلفاء العباسيين، وكان شديدا. واضح؟ وليس من السهولة أن تدخل على الملوك هكذا، ولذلك أوقفه الحجاب، الحاجب منعوه أو منعه من الدخول إلى الخليفة، فأخذ ينادي بأعلى صوته أنا أحمد النبي المبعوث، يعني يقول أنا سيدنا محمد الذي بعث إلى الناس. إذن هو يدعي إيش؟ النبوة، وادعاء النبوة كفر، إذن يستحق صاحبها القتل. والمأمون يعني كان خليفة شديدة، ولا سيما في هذه الأمور. فهذا الرجل، لاحظ، إذا من قال أنا أحمد النبي المبعوث، واضح؟ أنا أحمد النبي المبعوث. فهون أنا ضمير منفصل، شو عرابه؟ مبتدأ، وأحمد هون خبر، والنبي بدل مرفوع، لأنه البدل هو نفس المبدل من. واضح؟ يعني أنا متى أقول هذا بدل؟ إذا كان البدل نفس المبدل منه، أو جزء منه، أو يشتمل عليه، أو بعضه، لكن إذا كان نفسه بيكون بدل مطابق. فمن هو النبي هون؟ هو أحمد. ومن هو أحمد؟ هو النبي، وقد وردت في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هون أحمد، والمبعوثها شو بتكون؟ نعت مرفوع، صفة أو نعت. طبعا الفرق بين النعت والصفة أن النعت مصطلح كوفي، والصفة مصطلح بصري، يعني لا فرق في المعنى بينهما، وإن كان في التدقيق اللغوي هناك فرق بين النعت والصفة، هناك فرق بين النعت
والصفة، وآمل منكم في المرة القادمة أن تأتوني بالفرق بينهما. جماعة يعني كأني أكلفكم بتقرير بسيط اللي هو الفرق بين النعت والصفة. واضح؟ الآن أنا أحمد النبي المبعوث، فعندما أدخل هذا الرجل إلى المأمون سأله، قال له ماذا تقول فيما ينسب إليك في ادعائك النبوة؟ قال له يا أمير المؤمنين أنا ما قلت أنا أحمد النبي المبعوث، قال أنا أحمد إيش؟ النبي يا المبعوثة. فاختلف المعنى اختلافا كاملا. فقال له هذا الأعرابي أو هذا الرجل، قال للمأمون أولست ممن يحمده يا أمير المؤمنين؟ فضحك المأمون وعفى عن. فهون كلمة أنا أحمد النبي وأنا أحمد النبي، أحمد في هذا هنا شو هتكون؟ اسم ولا فعل؟ اسم، أحمد بمعنى محمد. لكن أنا أحمد النبي، أحمد في هاي الحالة شو بتكون هون؟ فعل مضارع، يعني أنا أشكر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له أولست ممن يحمده يا أمير المؤمنين؟ أنت مش واحد بيحمده؟ فابتسم. اتغير المعنى أم لم يتغير؟ اختلف أم لم يختلف؟ من الذي غيره؟ أليس النحو؟ أليس كذلك؟ لاحظ حركة واحدة هون تهلك صاحبها، حركة واحدة هون نجت صاحبها، أليس كذلك؟ فأنا لو استعرضت عليك مجموعة من الأسئلة قلت لك هون ما هي حركة أو ضبط كلمة النبي التي يهلك بها صاحبها؟ هي الرفع. وما هي الحركة التي تهلك صاحبها؟ هي النصب. الآن أحمد هنا اسم أم فعل؟ هنا اسم في حالة الرفع. في حالة النصب شو أحمد؟ بتكون فعل. واضح جماعة؟ إذن إحنا نتبين من خلال هذه الأمثلة التي نسوقها الآن إلى أثر النحو كل وين؟ في المعنى. فالنحو مهم وضروري وليس عبث، وليس يعني كما يعني وصفوه، وخاصة الاحتلال البريطاني لمصر الذي قال إنه صخرة ثقيلة تجتم على الصدور، إنه يكتم الأنفاس. قالوا المهم أن نتكلم بكلام صحيح دون أن يكون للنحو أثر. أليس في هذا الكلام تناقض؟ الآن وأنا أتحدث إليكم وأنا أتكلم إليكم كل كلمة تخرج من فمي هي مضبوطة بقاعدة نحوية، أليس كذلك؟ بقول كل كلمة، ليش ما قلتش كلها؟ لأنها كل مبتدأ. قلت كل كلمة، ليش قلت كلمة؟ لأنها مضاف إليه. بقول مضبوطة لأنها ماله؟ لأنها خبر المبتدأ، ولا لا؟ بقول بقاعدة لأن الباء حرف جر. فمن الذي يضبط لساني أثناء الكلام أو في أثناء الكلام؟ هو النحو، أليس كذلك؟ إذن كل إنسان يقول أنا أتكلم كلاما صحيحا فصيحا دون الحاجة إلى النحو نقول له أنت مخطئ. ربما يصح لسانك في جملة أو جملتين أو في صفحة أو صفحتين، ولكنك إذا انزلقت لا تعرف أنك انزلقت أو أخطأت. من الذي يعرفك بذلك؟ وعلمه النحو. ومنا سويد والبطين وقعنب، ومنا أمير المؤمنين شبيب. هذا البيت لأحد الخوارج الذين وقعوا في أسر عبد الملك بن مروان. والخوارج حقيقة هذه الطائفة هي التي خرجت على علي بن أبي طالب في مسألة التحكيم في معركة صفين، في معركة صفين. ومعركة صفين فتنة وقعت بين المسلمين، بين علي بن أبي طالب من جهة، وبين عائشة وطلحة والزبير ومعاوية من جهة أخرى، كلهم صحابة. عائشة أم المؤمنين في طرف، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في طرف، أليس كذلك؟ هذه الفتنة يا إخوان يعني بس للتذكير، الله عصم أيدينا منها فليعصم ألسنتنا. فإياكم أن تخوضوا أن تقولوا هذا مؤمن وهذا كافر، كما يقول الشيعة. الشيعة يكفرون عائشة ويكفرون معاوية ويكفرون طلحة ويكفرون الزبير، الله أكبر، ويطعنون في عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها. هذا لا يجوز، واضح؟ فتنة لا نريد أن نخوض فيها. هناك كثير من الكتب التي استعرضتها، مثلا كتاب الفتنة بين الصحابة للدكتور محمد حسان، كتاب رائع وأنا أنصح بقراءته لتبين هذا الموضوع، واضح؟ هذا الكتاب. في اللهم صل على سيدنا محمد كتاب آخر اللي هو العواصم من القواصم لابن العربي، كتاب مهم، العواصم من القواصم
بيعطيك قاصمة ثم يعطيك عاصمة، يعني يبين موقف كيف يضلل ثم بعد ذلك يعطي التوضيح الصحيح لهذا الموضوع. لا نريد أن نخرج كثيرا، ولكن تنويها، هذا الخارجي وقع في قبضة عبد الملك بن مروان، وكان حكم هؤلاء الخوارج القتل في عقيدة بني أمية. فلما وقع هذا الخارجي سأله عبد الملك بن مروان، وكان هذا الخليفة عالما بالنحو، هذا الخليفة، وذلك قالوا عنه هو أعلم الخلفاء بالشعر. قال له: ألست القائل ومنا سويد اسم واحد، والبطين اسم واحد، وقعنب اسم واحد، ومنا أمير المؤمنين شبيب؟ من هو شبيب؟ وكان زعيم الخوارج. قال: أستأذن، أنت اللي بتقول ومنا أمير المؤمنين شبيب، أي أن هذا الخارجي ينسب إمارة المؤمنين لمن؟ لشبيب. فكأنه ينكر أن يكون عبد الملك بن مروان ماله خليفة، ولبذلك هو يتعرض بهذا البيت إلى القتل، أليس كذلك؟ ومنا أمير المؤمنين شبيبه. فلاحظ معي، منا هون هاي جار ومجرور، شو إعرابها؟ كنا خبر، أميره شو بده يكون؟ مبتدأ، والمؤمنين مضاف إليه، شبيبه شو بتكون هون؟ بدل. من هو أمير المؤمنين؟ شبيب. ومن شبيب؟ أمير المؤمنين. واضح؟ واضح؟ الآن هذا الخارجي بحركة واحدة خرج من تحت السيف، قال له: يا أمير المؤمنين، أنا لم أقل هكذا، قلت ومنا شو؟ أمير المؤمنين مين؟ شبيبه. ومنا أمير المؤمنين شبيبه. فتغير المعنى. عبد الملك بن مروان لبداهة هذا الرجل وسرعة ذكائه عفى عنه. المعنى كيف تغير؟ لما قال ومنا أمير المؤمنين شبيبه، أي أن شبيب هو أمير المؤمنين، فأنك أنت يا عبد الملك بن مروان لست أميرا للمؤمنين، فأنا ماله؟ أنكر إمارتك للمؤمنين. لكن هون لما قال ومنا أميرة، أميرة يعني التقدير، يا أمير المؤمنين، كأنه يقول له: يا أمير المؤمنين، شبيب واحد منا، وكلهم يعرفون أن شبيب واحد من الخوارج، أليس كذلك؟ إذا في هذه الحركة هو لا ينكر أن يكون أمير، أو أن يكون عبد الملك ابن مروان أميرا للمؤمنين، وبذلك تغير. من هذه يعني السياقات التي طرحناها، ومن هذه الأمثلة، كل ذلك يبين أثر إيش؟ النحو في المعنى. فالنحو إخوان له يعني يعني له حكم كبير في تغيير المعنى وتوجيهه، في تغيير المعنى وتوجيهه. أنا ممكن أن أضيف لك مثال آخر خارج عن هذه الأمثلة لتبين خطر النحو وأهميته. انتبه علي. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من الصحابة، قالوا له: إذا كان عندنا بهيمة شاة أو بقرة أجلكم الله، وفيها جنين، وأنا اضطررت إلى ذبحها، فهل علي أن أذبح البهيمة وأذبح ابنها حتى يكون طاهرا وصالحا للأكل؟ فاهمين السؤال؟ الشاة هي في بطنها جنين، وبده يعني اضطرينا لعارض ما أن نذبحها، فهل لازم أذبح الشاة وأذبح ابنها حتى يصح لأن أكل لحم جنينها؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: طلع، ذكاة الجنين ذكاة أمه. تبع علي هكذا، خليك معي، هذا مثال للتوضيح فقط، يعني ليس أنت ملزما به. ذكاة الجنين ذكاة أمه. من هذا الحديث انقسم الفقهاء في هذه القضية إلى قسمين. القسم الأول قالوا: عليك أن تذبح الجنين فقط، عفوا، أن تذبح أمه فقط. يعني إذا أنت جيت لا شاة في بطنها جنين وذبحتها، خلص هذا يجزئ عن ذبح مين؟ ابنها. فريق آخر قال لك: لا، لازم تذبح الأم وتذبح الجنين. ممن أخذوا هذا الحكم؟ ممن؟ من إيش؟ قالوا منه. بعضهم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. اللي قالوا ذكاة الجنين ذكاة أمه
خليك معي، قالوا إنه خلص ذبح أمه يغنيه. يعني إذا ذبحت أمه كأنك ذبحت مين؟ اللي قالوا تشكيل كلمة ذكاء هكذا ذكاة أمه، قالوا التقدير ذكاة الجنين أن تذكوه ذكاته، يعني أن تذبحه كما ذبحت أمه. فمن الذي أعطى هذين الفريقين الحكمين المختلفين؟ النحو. الحكمين المختلفين هو النحو. ونحن طبعا يضيق نطاق الزمان عن أن نستعرض أثر النحو، كثير جدا كثير جدا. أبو يوسف الفقيه قال للكسائي مرة: ما الفرق بين قولك هذا قاتل أخي وهذا قاتل أخي؟ قال له: أما قولك هذا قاتل أخي فعليه القصاص لأنه قد قتله، أما هذا قاتل أخي يعني سوف يقتله ولم يقتل فلا قصاص عليه. من الذي يخير هذا الحكم؟ هو النحو. واضح يا جماعة؟ إذن إحنا هنا بنكون بينا أثر النحو في المعنى عن طريق عدة أمثلة توضح القضية والمراد. الآن نيجي على المستوى الثاني، هو المستوى الدلالي. المستوى الدلالي، والدلالة هي المعنى في جزئيتها الصغيرة، لكن حقيقة هناك فرق بين الدلالة وبين المعنى. الدلالة هي أوسع، المعنى حقيقة في الأصل أن يكون مفردة في مفردة. أجي أقول لك ما دلالة حاسوب، ما دلالة مقعد، ما دلالة يراع، ما دلالة مثلا غضنفر، كلمات ما معنى، عفوا، ما معنى غضنفر، ما معنى حاسوب. أما الدلالة بمعناها الأوسع فهي تكون دلالة في جملة، دلالة في تركيب، واضح؟ وهي التي تطورت في علم البلاغة فيما بعد إلى الكناية، إلى الكناية حقيقة، الكناية. مثال على ذلك، بجب أقول للأخت: أنت تنظرين إلي ساكنة كأن على رأسك الطير. معنى هذا الكلام كأن طيرا يقف على رأسها، لكن ما دلالة هذه الكلمة؟ وإيش؟ هي الحيرة والاندهاش. والإنسان الذي تأخذه الدهشة والحيرة ماله؟ يكون ساكنا حتى يعتقده الطير كأنه شيء جامد فيقف على رأسه، واضح؟ ولذلك بنقول ما لكم كأن على رؤوسكم الطير، يعني ما لكم، أخذتكم الحيرة، مندهشون هكذا. إذن هذه هي الدلالة. فالمستوى الدلالي، المستوى الدلالي ينبثق عنه المعاني، وينبثق عنه علم الدلالات الأكبر، وينبثق عنه علم المعاجم الذي سنتناوله إن شاء الله اليوم أو لاحقا حسب الزمن. الآن في عندي عنوان دلالة النص على، لسه إحنا يعني المستوى الدلالي، إذن باجي لكلمة دلالة، دلالة النص على عصره. من خلال العنوان يعني أن هناك نصوصا تقودني وتدلني على العصر الذي قيلت فيه، تدلني على العصر الذي قيلت فيه، شيك؟ يعني لا يمكن مثلا أنا آجي أن أخلط في الدلالة في اللفظة وفي العصر، فلا يمكن أن أتحدث اليوم عن الجوال عن الحاسوب في العصر الجاهلي، ولا يمكن أن أتحدث عن القنابل بمعناها الحديث عن العصر الجاهلي، واضح؟ لذلك منقول هناك مفردات، هناك كلمات إذا ما قرأناها أو طالعناها في نص ما فإنها تدللني على النص الذي قيلت فيه. مثال على ذلك، طلع: أوصى عامر النبهاني ابنه قائلا. هو عامر، تجدونه في الكتب عامر أو عويمر، عامر أو عويمر النبهاني بهذا الاسم ما بعنينا. قال له: أبني، هي همزة نداء، هذا منادى، لا تنسى البلية، إنها لأبيك يوم نشوره مركوب. يعني لا تنسى البلية لأنها يوم البعث، يوم النشر، يوم القيامة سيركب عليها أبوك. طيب إحنا بنيجي البلية، نيجي لكلمة البلية، نحن في المعنى الذي نتعرفه الآن، البلية هي المصيبة، البلية هي الكرب، البلية هي الشدة، أليس كذلك؟ فكيف أركب المصيبة؟ الآن من خلال اطلاع بسيط أو معرفة بمعتقدات الجاهليين هذا النص يقودني وأقول لا شك في أن هذا الشاعر هو شاعر جاهلي. كيف عرف ذلك؟ أجي أقول من كلمة البلية. البلية
هي الناقة، الناقة التي كانت تربط على قبر صاحبها بعد موته. كانوا يا أخوان يربطونها على القبر، لا يطعمونها ولا يسقونها تحت الشمس، ويربطونها من خلاف حتى تموت. وكانت هذه وصيتهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا ما ربطت هذه الناقة على قبره فإنه يوم القيامة عندما يبعث تبعث معه هذه الناقة فيركبها ويطير بها إلى المحشر، هكذا في معتقداتهم. أبني اللهم صل على سيدنا محمد بيقول: ولعل لي مما جمعته بلية في الحشر أركبها إذا قيل أركبه. ولعل لي مما جمعته، بيقول أنا يعني أعمل في هذه الدنيا وأحرص على أن أجمع ثمن بلية، لماذا؟ لأركبها يوم المحشر، لأركبها يوم المحشر. واضح؟ إذن بنقول هذه الكلمة دلت على العصر. بدي أسأل سؤال هون، هل كلمة البلية نحن الآن نتعامل معها بالمعنى الذي كانت في الجاهلية أم تطور معناها؟ تطور. ها؟ لأنه إحنا عما قليل إن شاء الله سنأخذ إيش؟ ألفاظ تبدل معناها أو تطور معناها، منها كلمة البلية. فممكن أسألك سؤال، ما المعنى الأصل لكلمة البلية؟ وما المعنى المتطور لكلمة البلية؟ هي المصيبة. واضح؟ لاحظ معاي الآن كلمة الناقة، هاي الناقة كانت تربط على القبر في الأفراح أم في الأحزان؟ في الأفراح أم في الأحزان؟ في الأحزان، في الموت. لذلك لاحظ كيف كلمة البلية تطورت وصارت تدل على المصيبة وتدل على الحزن. واضح؟ إذن هذا التطور الدلالي لا يأتي عبثا، وإنما يأخذ تدرجه الصحيح، تدرجه الصحيح. الآن ماشي، في عندي عنوان تبدل معاني الألفاظ وتطورها. تبدل إيش؟ مش الألفاظ، معاني. تبدل المعاني. إخوان اللفظ لا يتبدل، اللفظ لا يتغير. ربما، لاحظ معاي، ربما يظل اللفظ بمعناه القديم أو بمعناه المتطور أو بالمعنيين معا. أعطيك مثال قبل أن أخوض هذا المعنى. شو مقصود أول أشياء نبدأ؟ ما معنى تبدل معاني الألفاظ وتطورها؟ إخوان قالوا الألفاظ كائنات الحية، نعم هي تموت، يعني لا يعود لها استعمال في الواقع اليومي استعمال. يعني لما أجي لك لكلمة ريا، خريدة، برهرها، خدلجة، كعاب، صموط، حجل، ثني، مرط، كلها ألفاظ مالها كانت قوية وعظيمة ومستعملة في عصرها، لكن الآن لا تعرفون أو لا تعلمون معنى أي كلمة منها إلا قليلة. واضح؟ لأنها لا تستعمل. الحيزبون، الدردبيس، الطخة، النقاخ، العلطبيس، الحراجيج، العفنقس، العفلق، الطرفصان، العسطوس، هل تعلمون معنى أي كلمة؟ لا. لكن هذه الألفاظ لا تموت، يعني هي موجودة في أمات الكتب وعلى رفوف المكتبات، لها أصحابها ومتخصصوها، لكن لا نلغيها نحن، لا نلغيها، ولكنها لأنها ما عادت تستخدم نقول كأنها ماتت في استعمالاتنا. لكن ذكر معي أن كل كلمة وردت في القرآن الكريم هي حية إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واضح؟ أي كلمة في القرآن الكريم لا تستطيع أن تقول إنها ماتت، بل هي حية. واضح؟ نرددها صباحا ومساء، نرددها أطراف الليل أطراف النهار وأنا الليل، هكذا. الآن هذه الألفاظ نريد أن نتعرف على بعض الألفاظ التي تطور معناها، التي تطور وتغير معناها. لكن برد أقول، هل اللفظة حقيقة تموت أم يموت معناها؟ يموت معناها. طلع في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول أشترجيم: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى، ما معنى طغى الماء؟ فاض وارتفع وتجاوز الحد. فكلمة طغى جاءت في معناها الأصل، لكن لما أقول لإنسان أنت طاغية، شو يعني طاغية؟ فاض ولا تجاوز الحد؟ تجاوز الحد. فلاحظ لو أنت في القرآن الكريم جاءت كلمة طغى في استعمالها الأصلي وجاءت في استعمالها المتطور،
فالكلمة أو اللفظة نفسها لا تموت، ولكن معناها قد يتبدل وقد يتغير. نيجي على الأمثلة. اشترى جيم: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. فأرسلوا واردهم تتحدث عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، عندما ألقوه أخوته وين؟ في الجب، ولا لا؟ وألقوه في غيابته الجب، وقال يلتقطه بعض السيارة، وجاءت سيارة. طلع على كلمة سيارة، احنا بنحكي عن عهد سيدنا يوسف، قديم جدا. هل كان هناك سيارات؟ هل كان هناك طائرات؟ هل كان هناك مخترعات؟ إذا كلمة سيارة هاي تستوقفني، فلا يمكن أن تكون السيارة التي أركبها اليوم وأتنقل بها من مكان إلى آخر. فالسيارة هون كان في معناها الأصل هو القافلة، القافلة. ولاحظ معي كلمة القافلة في الأصل أن تكون للركب القافلين الراجعين. ها يعني هم ذاهبين إلى مكان، لا نقول إيش يعني إحنا الآن من نركب نروح على الحج، ما بنقول قافلة، شو بنقول؟ ركب أو جماعة. لكن إذا عدنا شو بنقول عن حالنا؟ قفلنا. ذلك بيقول لك فلان قفل راجعا، أي رجع. فهي السيارة إذا كانت تعني قديما إيش؟ القافلة. أما اليوم فصارت تعني المركبة التي نركبها وتسير على الوقود من بنزين وسولر وغيرها من المحروقات، فتطور معناها وتغير معناها. لكن هل تلغى كلمة سيارة في معناها الأصلي؟ هل يستطيع أحد أن يلغيها؟ كلا. واضح؟ طلع مثال ثاني. قال حسان بن ثابت، تفضلي. كلمة سيارة إنه بدل كمان على عصرها؟ نعم، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. لاحظي معي هون السيارة في المعنى القديم هي تدل على عصر قديم، لكن ليس لها دلالة على العصر، ليس لها دلالة، يعني ما في شيء بيدللنا لأنها لم ترتبط بعادة أو بتقليد معين. وجاءت سيارة، يعني لولا أن هذه الكلمة موجودة في القرآن الكريم ونحن نعلم قصة يوسف لا نعرف أن هذه السيارة بمعنى قافلة أو سيارة حديثة. يعني ممكن الآن تأتي سيارة ويخرج منها رجل يرسل واردهم إلينا ليخبرنا بقضية ما، مش ممكن؟ إذن هذه لا تدل على العصر الذي قلت فيه إلا في هذه الآية، لأننا نعرف زمانها وقصتها. واضح؟ هكذا. الآن قال حسان بن ثابت، وحسان بن ثابت وشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وهو من الشعراء المخضرمين. حسان بن ثابت كان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم لينافح عن الإسلام وليذود عنه. قال جاء حسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: يا حسان اذهب إلى أبي بكر يعلمك أنساب العرب، أو يعلمك أنساب العرب. قال له: اهجهم عن المشركين، والذي نفس محمد بيده، إن هجاءك لهم لأشد من وقع السهام في غلس الليل. واضح؟ حسان بن ثابت. فليش أنا بتحدث هذا الكلام؟ لأن هناك بعض الطعون التي وجهت إلى حسان بن ثابت. قال وصفوا أنه رجل جبان وأنه كان يخاف القتال وكذا، وكلها من المنسوبات غير الصحيحة التي نسبت إلى حسان رضي الله عنه. وكنا متى يغزو النبي قبيلة نصل حافتيه بالقنا والقنابل. أين الكلمة التي هنا إحنا بتتحدث الكلمة التي يعني خرجت عن النص الذي نعرفه؟ حسان بن ثابت شاعر جاهلي. إذا لما يتحدث وكنا متى يغزو النبي قبيلة نصل حافتيه بالقنا والقنابل، طلع القنا، ما هي القنا؟ هي الرماح. القنا الرماح، والقنابل طلع علي في البلاغة، قنابل. شو بنسميه هذا في البلاغة؟ جناس ناقص. أحسنتي، جناس ناقص، ولا لا؟ لكن أنا ما بدي أتحدث الآن عن بلاغة، حدث عن لغة. الآن في كلمة القنابل، هل كان زمن حسان قنابل؟ يعني متفجرات؟ لا. إذن ماذا تعني كلمة القنابل؟ القنابل هي الطائفة من الناس أو الطائفة من الخيل، قدروها ما بين 30 إلى 40. واضح؟ إذن هون وكنا متى يغزو النبي قبيلة نصل حافتيه بالقنا والقنابل،
لكن أنا إذا ذكرت اليوم كلمة قنابل، إذا ذكرت اليوم كلمة قنابل، فهل يأتي في ذهني الطائفة من الخيل أو الطائفة من الناس؟ لا. ولا العبوات المتفجرة أو الأجسام المحشوة بالمتفجرات وغيرها، أليس كذلك؟ إذا نيجي بنقول كلمة قنابل هاي قديما كان لها معنى، وحديثا أصبح لها معنى جديد. إذا هذه اللفظة تطور معناها أم لم يتطور؟ تطور معناها، واضح؟ وحبذا لو عدتم إلى هذه القصيدة التي يمدح بها حسان بن ثابت، لا أعلم إذا كانت موجودة عندكم، لا مش موجودة، إلى هذه القصيدة التي يمدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أيها الساعي ليدرك مجدنا، نأتك العلا فاربأ عليك فسائلي، فما يستوي ماءان أخضر زاخر وحسي ظنون ماؤه غيره فاضلي، فمن يعدل الأذناب ويحك بالذرى، قد اختلف بر يحق بباطلي. واضح؟ قصيدة رائعة جدا، قصيدة اللي مطلعها أهاجك بالبيداء رسم المنازل، نعم قد عفاها كل أسحم هاطلي. قصيدة رائعة، حبذا لو اطلعتم عليها وتعرفتم إلى معانيها، لأن معانيها أو لأن معانيها سامية وجليلة، وخاصة أنها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي للمثال الآخر، علقمة ابن عبدة، ويسمى أيضا هذا الشاعر علقمة ابن عبدة الفحل، علقمة ابن عبدة الفحل، وهو شاعر من فحول شعراء الجاهلية، شاعر عظيم، بيقول: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء، شو؟ طبيبه. هذا الشاعر، لماذا لو وقفنا ليه سمي بالفحل؟ يقال إنه وقعت بينه وبين امرئ القيس مناظرة شعرية، مناظرة شعرية، فقال علقمة: أنا أشعر منك، لامرئ القيس. وقال امرؤ القيس لمين؟ لعلقمة: أنا أشعر. فاختلف، فقالوا: نحكم شخصا بيننا. فحكموا من؟ زوج امرئ القيس، يعني امرأة امرئ القيس. فحكمت لمن؟ فحكمت لعلقمة، حكمت لعلقمة. فقال لها امرؤ القيس: والله ما هو بأشعر مني، ولكنك له وامقة محبة. فطلقها امرؤ القيس، فتزوجها علقمة، فلقب بالفحل، فقالوا علقمة بن عبدة الفحل. الآن فإن تسألوني بالنساء بصير، فإنني بصير بأدواء النساء طبيبه. قصيدة مطلعها: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوبه. بيقول: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، يردن ثراء المال حيث علمنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. هكذا يقول مين؟ علقمة، ولا أنا اللي أقول. الآن الشاهد عندي في كلمة طبيب، لو توقفنا على كلمة طبيب نحن هون، نجد أن كلمة طبيب لا تعني الطب وممارسة إيش؟ الطبابة، يعني الطب والعلاج، لكن هون في هذا البيت كلمة طبيب ماذا تعني؟ المعرفة. تعني الإنسان إيش؟ العارف، العارف، الحاذق، المجرب. لأنني قد أسألك ما المعنى الأصل لكلمة طبيب كما وردت في هذا البيت؟ كل الإنسان إيش؟ العارف، المجرب، الحاذق بالأمر، الذي يعرفه وأحاط به خبرة. واضح؟ أما كلمة طبيب اليوم فإنها أصبحت إيش؟ لها معنى آخر، وهي ما يتعلق بالطب والعلاج والذي نعرفه الآن، مهنة الطب. الآن عندي مظاهر تغيير الدلالة، مظاهر تغيير الدلالة، يعني كيف تتغير دلالة هذه الألفاظ؟ كيف تتغير دلالة هذه الألفاظ؟ معاي؟ يعني الألفاظ هل يتغير معناها بين عشية وضحاها؟ معنى، يعني لفظة ليكون لها معنى ثم في اليوم التالي يصبح لها معنى آخر؟ كلا، هناك قوانين تحكم هذه الألفاظ. هذه القوانين: أولا قانون تخصيص الدلالة، ونقصد بتخصيص الدلالة، لاحظ معي،
التخصيص هو انتقال اللفظ من العموم إلى الخصوص، يعني لفظة كانت مالها عامة في معناها واسعة ثم صارت مالها مخصصة. بيعطينا الكتاب أو هنا عندنا بعض الأمثلة. أول شيء كلمة الطهارة، الطهارة في معناها الأصل شو؟ عكس إيش؟ النجاسة. نقول هذا طاهر وهذا نجس، واضح؟ هكذا. الآن كلمة الطهارة خصصت لتصبح فيما بعد تعني الختان، شيك؟ ختان الذكور أو ختان الإناث، هكذا. إذا الطهارة كانت تعني في معناها العام عكس النجاسة، ثم بعد ذلك أصبحت إيش؟ تعني الختان. طلع لي كلمة الحريم، الحريم في معناها الأصل شو؟ وكل ما هو محرم، كل ما لا يجوز مساسه أو الاقتراب منه، هكذا. ثم بعد ذلك خصصت كلمة الحريم بإيش؟ بالنساء. فبقول هذا مجلس رجال وهذا مجلس حريم، واضح؟ طلع كلمة العيش، وبيكسروها أهل مصر بيقولوا العيش. العيش في معناها شو هي؟ الحياة ضد الموت. إنسان ماله؟ إنسان ماله؟ ماله؟ نقول إحنا إنسان ماله؟ عايش. إنسان ميت لا لا عائش يعني الآن العيش، لكن أهل مصر خصصوها به الخبز لأنه أساس من أسس الحياة عندهم. ثم كلمة الصحابة كانت في الأصل شو تعني؟ تطلق على الصحبة، الصحبة بشكل عام، الصحبة. فنقول فلان وفلان صحبة أو صحابة، واضح؟ لكن هذه الكلمة بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصصت بصحابة رسول الله، ولا نطلق على كل إنسان عاش زمن رسول الله صحابي، فكان لابد له من شروط. من يأتيني بهذه الشروط في المرة القادمة؟ يعني هيك؟ الصحابة. يعني متى نقول لفلان صحابي؟ ما هي الشروط التي وضعت لتطلق على شخص ما بأنه صحابي؟ هكذا. هي موجودة في كتب الفقه وهي يعني مكنونات الكتب الدينية، فأحبذ لو أتوتم بها في المرة القادمة. إذا الصحابة كانت في الأصل تعني الصحبة، ثم بعد ذلك صارت تطلق على مين؟ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عندي القانون الثاني تعميم الدلالة، أو حط له شو؟ توسيع المعنى. فالتعميم توسيع والتخصيص تضييق. طلع كلمة الورد، الورد مش الورد، الورد، الورد من الورود، ورد يرد ورودا. كلمة الورد هي مخصصة فيما يتعلق بالماء عند العرب، إتيان الماء ولا لا؟ وكما يعني جاء في القرآن الكريم ولما ورد ماء مدين، في المثال العربي أن ترد الماء بماء أكيس. وأحزم الناس من لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر، يعني الإنسان الحازم الذكي هو الذي لا يقدم على خطوة حتى يعرف نتائجها ويعرف عواقبها. فكلمة الورد هي كانت مخصصة بإتيان الماء، لكن مع مرور الزمن أصبحت كلمة الورد تدل على الذهاب في أي اتجاه في أي مكان، الإتيان عامة، واضح؟ فلما أقول أنا والله وردت إلى المحاضرة صباحا، يعني أتيت ما في ماء هون، واضح؟ هكذا. ثم كلمة البأس، والبأس في معناها الأصل تدل على الحرب أول شيء، أو القوة أو الشجاعة، وربما تدل على الخوف في معناها. لكن ولذلك يعني كما ورد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بأس هنا شو يعني؟ قوة وشجاعة، وليس كذلك؟ وعلي بن أبي طالب يقول كنا إذا اشتد البأس نتقي برسول الله، بقصد الحرب، إذا اشتدت الحرب، فهذه هي معناها. لكن مع مرور الزمن أصبحت كلمة البأس تدل على كل شدة، على كل كرب، على كل مصيبة، واضح؟ على الكرب والشدة والهم والمرض. شوف يعني أنا بقول الآن يعني أنا في بأس شديد، إذا كنت مريضا، إذا كنت معسرا، إذا كان علي امتحان صعب، إذا صارت كلمة البأس تدل على الكرب عموما. أما الورد فهي خاصة بأهل مصر، كان أهل مصر يطلقون كلمة الورد على الأحمر منه فقط، على اللون الأحمر، ثم بعد ذلك صارت تطلق على كل الأزهر. القانون الثالث هو انحطاط الدلالة، نقصد به لفظة
معينة كان لها معنى رفيعا ثم صار لها معنى ماله وضيع. معنى كان لها معنى ماله رفيع، معنى عالي جميل. مثال على ذلك كلمة حاجب. كلمة حاجب، كلمة حاجب وخاصة زمن أي دولة؟ الأندلسية. كانت تعني رئيس الوزراء، في مقام رئيس الوزراء، فكانت منصبا عاليا وشريفا وجليلا. لكن مع مرور الأيام أصبحت كلمة حاجب تدل على من يقف في باب ما، حارسا معينا يذود الناس عن الدخول إلى مكان معين دون آل استئذان، هكذا. فانحط معناها، فبنقول هذه اللفظة أصابها إيش؟ أي معناها ماله أصبح دنيئا وضيعا تقريبا، هكذا. وهناك أمثلة كثيرة على غير الحاجب. لو أخذنا نأخذ كلمة الصعلوك، البهلول، التنبل. طلع الصعلوك، الصعلوك في معناها الأصلي كانت الثائر المتمرد الذي يرفض الذل، ثم صارت الإنسان ماله؟ الإنسان مش هل الهامل المتسكع في الشوارع الذي لا قيمة له. ثم بعد ذلك البهلول من معانيها شو؟ السيد الكريم المعطاء. ثم صارت الإنسان الدرويش البسيط. فبنقول هذه ألفاظ ماله انحطت دلالتها. في عندي القانون الرابع، رقي الدلالة، عكس إيش؟ القانون السابق. لفظة كان معناها وضيعة ثم أصبح معناها رفيعة وجليلة وعظيمة. أعطاني الكتاب هون اللي هي كلمة البيت وكلمة الرسول. فالبيت قديما كانت تعني ما صنع من الشعر، بيت الشعر، الخيمة، لا وشاهدنا في ذلك قول ميسون بنت بحدل الكلبية: وبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من بيت ماله أحب إلي من قصر منيفي. وبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي. بيت تخفق الأرياح، ولا تخفق الأرياح إلا في بيت من الشعر، لأن هذا البيت الذي نسكنه لا يدخله الهواء ولا الأرياح. ثم كلمة الرسول، كلمة الرسول كانت تدل على من؟ الشخص الذي يرسل بين شخصين، ينقل رسالة، ينقل بريدا، ينقل أمرا ما من إلى، واضح؟ كساعي البريد اليوم أو كالمراسل اليوم. لكن كلمة الرسول أصبحت تدل على ماذا؟ على صاحب الرسالة السماوية. فمنقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام، واضح؟ فبنقول هذه الألفاظ مالها؟ ارتقت دلالتها واعتلت، فهذا اسم قانون رقي الدلالة. لاحظ معي في هذه القوانين أنت مطالب منك، أقول لك مثل على ما يأتي، اعطيني مثال على لفظة ارتقت دلالتها، لفظة انحطت دلالتها، لفظة خصصت، لفظة عممت، أو صوب. كلمة البيت لفظة أصابها انحطاط الدلالة، صح ولا خطأ؟ طبعا هذا خطأ، أصابها إيش؟ رقي الدلالة. هكذا، فكن واعيا وحذرا. القانون الخامس وهو التحول نحو المعاني المضادة. يعني هناك كلمات في العربية أصبحت مع مرور الزمن تحمل معنيين متضادين، لفظة واحدة، لكن تطور الأضداد، مثلا كتاب الأضداد لقطرب، يعني هناك أسباب لظهور هذا التضاد، هناك أسباب كثيرة لأن تصبح اللفظة تحمل أو حاملة معنيين متضادين، منها قضية الأخلاق والذوق، منها قضية التفاؤل، منها قضية البعد عن الحسد. الحسد كيف يعني التفاؤل؟ مثال على ذلك مثلا كلمة طلع السليم أو سلمى. السليم في الأصل تعني المعافى، الإنسان المعافى الذي ليس فيه مرض، لكن أصبح العرب يطلقون على كل من لدغته الأفعى سليم تفاؤلا بسلامته. فصارت مع مرور الزمان كلمة سليم تدل على مين؟ على المعافى وعلى اللدغ، واضح؟ فصارت تحمل معنيين متضادين، ومثلها كلمة سلمى، واضح؟ هكذا. مثال آخر على ذلك، طلع لي أجي أقول لك الصريم، الليل والنهار،
هل الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل؟ أنو أول، الليل ولا النهار؟ طبعا إحنا بنقول فيش شيء أول ولا آخر، لأن الكرة مالها، الكرة الأرضية مالها كروية. عندما تكون الشمس على جانب هنا في نهار، وإذا كانت مختفية عن الجانب الآخر يكون في عندنا ليل، فصارت كلمة الصريم هيش تدل على الليل والنهار. وإن كانت كلمة الصريم في أصلها تدل على السواد والظلام، ولا لا؟ ارجعوا لصورة القلم، نوني والقلم وما يسطرون، إلى إلى أن يصل إيش؟ فأصبحت كالصريم، يعني كالليل المسود لأنها أحرقت. واضح؟ هكذا المثال اللي أعطاني إياه الكتاب إيش؟ الجون. الجون هي الخطوط، طلع، البيضاء والسوداء على حمار الوحش. الجون، من نظر إلى الخطوط البيضاء قال إن الجون تعني شو؟ الأبيض. ومن نظر إلى الأسود قال يعني الجون تعني الأسود. فصارت مع هذا الزمن لهذا التجاور كلمة الجون تدل على معنيين، فبنقول إن هذه اللفظة تطور معناها إلى معنيين متطورين. وذكروا معي دائما يا إخوان أن تطور معاني هذه الألفاظ يعطي اللغة العربية حياة ونبضا وتدفقا، ويجعلها لغة حية صالحة لكل زمان ومكان. اللغة العربية في قضية التطور لا يمكن أن نقول مالها ماتت أبدا، تظل حية إلى قيام الساعة، وهو مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا التطور يعطي اللغة العربية حياة، فلا يمكن أن نقول إن اللغة العربية عاجزة عن اللحاق بركب الحضارة، لا يمكن. لكن الضعف المستشر الآن هو ضعف أبناء الأمة، ولا لا؟ باللغة العربية تقول ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ ولا لا؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. إذن اللغة العربية ليست عاجزة، وإنما إذا ظهر عجز هو عجز منا نحن. لذلك هذا التطور هو الذي يدب فيها دبيب الحياة ويجعلها حية إلى يوم الساعة إن شاء الله. هيك بنكون إحنا أنهينا المستوى الدلالي